عن النادي الأهلي، أهم المانشيتات اللي اتنشرت في الجرايد عن النادي الأهلي من امبارح للنهاردة. الخطيب يعود أول ديسمبر بعد العملية الجراحية والفريق يستعد للوصل. الأهرام، الأهلي يطير للإمارات غدا لمواجهة الوصل في كأس زايد، غياب أحمد فتحي وعودة محارب، وطبيب النادي يعلن موعد عودة أرجعي ومعلول. المصري اليوم، عبد الحفيظ، تدعيم فريق الكرة أهم الأولويات وسنعود لمنصات التتويج. الوطن، الأهلي يسابق الزمن لترميم الفريق بعيسى ومحمود والمحمدي. المساء، الأهلي يخفي صفقاته الجديدة خوفا من الحسد والخطف. كارتيرون يعلن اليوم أسماء اللاعبين الذين يسافرون للإمارات. الأخبار المسائي، ثورة التغيير مؤجلة في الأهلي، والشيخ وزكريا ينتظران المشاركة أمام الوصل. روزل يوسف، كارتيرون واثق من عبور الوصل. اليوم السابع، الأهلي يرفض رحيل أزارو للدوري الفرنسي في الشتاء. مليار و294 حجم ميزانية الأحمر. جراحة صعبة للخطيب اليوم، وعبد الحفيظ يقدم تقرير عن قطاع الكرة.